بسم الله. اللهم اجعلنا حملة القرآن وعبد قدسية وصلة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. أمين سميع يعلم. أعود لكم ما ذكرت آنفا ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسية في قلوبهم وإن الظالمين سبيل الجزء وفي شقاق بعيد يعني أو ديفيزيون وكل ديفيزيون تحت قال رب القرآن على الشرك المبطل اليهود النصارى الذين يسبون الله بما لا يليق. الله لا عنده ولا ابن عزير ولا عنده ابن عيسى عليه السلام بل هو ابن مريم البتول عليهما السلام. عاد يقول ليعلم الذين اوتوا العلم انه اي التنزيل انه الحق من ربك. وبعد سبق ان حدثنا عن سيرة الشيطان وتدخله حين يأتي ذكر الأنبياء والسلام والرسول الكرام عليهم السلام وأتباعهم بإحسان إلى يوم الدين. عاد يقول وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك. شوف المكان اللي عليها نبينا عليه الصلاة والسلام ربك رب من ربك فيؤمن بها فتخبت له أن تخضع وتخجل وتتواضع فتخبت له قلوبهم وإن الله لا يهدي الذين هم يضلون يهدون الذين آمنوا إلى مشهد من الضلال لا إلى صراط مستقيم ولا يزال الذين كفروا في مرية منه حتى تأتيهم الساعة بغتة أو يأتيهم عذاب يوم عظيم يوم الدين اي عقيد كلمه دوس ديال عندنا مولا كم من مره سجلت لكم فيديوهات بينت لكم اللي التريو الثلاثي اللعين صاينه وركع ناقص ومن يضعون مستنبات وكلهم دائما بصراعات قاتله مدمره مخنية لهم. وانظروا تاريخ الأديان الحروب التي خاصة كان يتسبب فيها الصهاينة حيث لا يعلم أحد فيدعو من يدعون أنهم من واجبهم أن ينشروا الجسبل أو الإنجيل تجدهم الأناجيل سواء كان الكانونيك ولا غير الكانونيك يعني وكل غير فهو يسقم بحملة ما تنسوا بها ما أنتم تحلمون به كواجب أوجبه الله عليك ولا فأعطيك الكلاب الربويين اللي كانوا شديد صحيح باش تستمر بحروب الصليبية هم كذبة لأنه لم يصلب سيدنا عيسى عليه السلام بل رفعه الله إلى حين وقالوا اليوم الثالث بعد العذبات اللي مر بها بعث من جديد عادت له الروح ريزركشن واحنا قاعدين نطبقوا ما امرنا به هو ان نطوف بالعالم شرقا وغربا شمالا وجنوبا ونبشر بالاناجيل هم بدأوا نقول لك لي زيغونجي لي جوسبيلز يعني الناس هذوما عدوانهم كبير ورب يفضح حالتهم كلها والحروب الصليبيه ما كانتش احنا اللي حركناها وانشبناها ان شاء الله بل هم الذين اتوا الى ديار الاسلام رغم الاسلام مش اسلام عموما طبقوا فيه من يدعم الاسلام وكانت حروب البعض يذيقوا البعض الاخر البأس الشديد وحتى الان خاصة كلاب الصهاينة ومن ورائهم الكنائس ومن ورائهم الإسلام الكاذبون لحد الآن حاربين حتى لا يرجع الإسلام إلى الرقع السياسي العالمي بل الله سيكذبهم
ويبلعهم ويأتي الإسلام الجديد بصورة حزب الله، ليس حزب الله الذي في لبنان، بل حزب الله رغم الله لبنان قام دوره الجهادي وطبق هو وإيران ومن والاهما يطبقوا وعدوا لهم استطاعتهم القوة. اليوم إيران وحزب الله في لبنان قاعدين يوريهم من الأعداء من كرب وغير الكرب، يوريهم من أهوال وفظائع وروح رعب شديد. يقولون فريق يوريهم أن الإسلام بدأ يعود وش يصف الحساب مع من كبر بيوم الحساب. كون كرب كون المسلمين كاذبون، كرب أصحابه عدوان على دين الرب و أهل البيت عليكم الرضوان، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.